علينا زعما فهاد الكاس نفس الهضره اللي قالوا جيراني وغنقولوا احنا بغينا لهم يدار لهم شي حل جذري ماشي كحزوهم ساعه نص ساعه يرجعوا لينا باسلين ناس متسلطين كيستفزوك فهمتي كيلعبوا لك على الاعصاب ديالك مرضونا ولدي رائحه البول الخنز ما خلوناش نعسوا باللي الموسيقى حتى كيصبح الحال المخدرات كيبيعوا الكارو يعني تكاثروا ما بقاش 1000 ولا 2000 ولا راه هذه 4 سنين وحنا كنعانيو معاهم من 2019 لا اله الا الله محمد رسول الله العقار هنا ما بقاش ساوي الناس باغا ترحل منهم انا نيت ديور هنا الناس اقامات شارين بمليون المترو ما جابتش لهم الدار حتى حاجه ما كاينش اللي كيبقى عصابات يعني هاد القنت هذا ولا بحال تقول البركاسه ديال كازا فين ما تيكون شي اترونجي كيجيو يرميو لينا حنا هنايا ملي غادي ولدي يوليو ناعسين لك 400000 واحد كيقول لك عطينا الماء صحه عطينا هذه الصحه كي حاجك كتحل الشرجم كتشوف حاجك بيبي قدامك الصفره كيحيد الكيلوط حاجك وسروالو قدامك وانت كتشوف ما كاينش شي حد يرضى انه يكون ساكن وكيحل الشرجم وكيشوف هذا المنظر كيبروسي ولا يضوي بزقولك على على الرويد ديال الطوموبيلات وعلى العتبه ديال باب الدار وليداتك حتى كيقراو هاد المدرسه راه استعمروها فين هي الوزاره ديال التربيه ديال التعليم تهضر فين هو حقها ولادنا كيقرا انا ولدي كيقرا هنا في اعدادي ولاد جيراننا والناس يعني بنادم كيخرج يلاه هو ما يجيو للبلاد تستافد منهم شويه البلاد راه اكتفت تبارك الله قدام قداش يمشيو صافي جاو حرقوا كيف تيديروا حنا ولادنا كيمشيو لاوروبا تيمشيو يخدموا على رؤوسهم يعني ماشي يجيو للبلاد ويستحلاوها وياكلوا ويشربوا ويزيدوا علينا بالبول مشطوا داك ديك الراس طاو يطيحوا لك هذاك القمل ديالهم والوسخ والبوطات ودابا مؤخرا اش داروا منين صبات الشتا الاخر مشى داروا داك الميكات تخيل انفاس مع الدار كاينه ميكه حدا ميكه حدا ميكه وكل ميكه فيها المنكر كنسمعوا شي اصوات بالليل كيجيبوا دوك المتشردات والله يعلم والدين معاهم ولا داك الشيء وحنا شحال قدنا ولدي واش حنا نعسوا الدراري نفيقوا مع الثمانيه فايقين والله ما كننعسوا بالليل راه كاينين فيديوهات والناس مصورينهم وشايفين داك الشيء والسلطات جاو شافوا وعاينوا داك الشيء وكيمشيو كيجمعوا لهم الزبل ميم بان ساعه ساعه كيرجعوا داك القياطل وكيرجعوا حتى التسويت وكيخرجوا فيك عينيهم تيديروا فيك شي 3 سنين دابا ولا عامين وحنا كنعانيو مع هاد الافارقه حنا بالعكس يقولوا لنا حنا عنصريين حنا ماشي عنصريين حنا رحبنا بهم عطيناهم عطينا حنا اللي دسترناهم كما كنقولوا عطيناهم الحوايج عطيناهم الماكله عطيناهم ولكن راه الشيء كيزيد على شيء وكنشوفوا شي حوايج كنشوفوا كاميو كيران بالليل كيجيو كيحطوهم عندنا هنايا وهذا الشيء راه كما كيقولوا ساله كما كيقولوا راك عارف كنبغي السلطات ديالها دير معنا المجهودات دير المجهودات ديالها ومع تحيات للرجال الامن والناس المسؤولين في هذه العمله هذه عافاكم ديروا خدمتكم وحميوا هاد الناس هادو راه ما بقاش عندنا الامان راه التحرش راه الاعتداءات راه في راسهم هاد الشيء مش انا غادي نجي نقولوا لهم راه ما بقاش عندنا الامان كنقولوا للناس المسؤولين والناس رجال الامن والعمالات يديروا يشوفوا لنا شي حل لهاد الساكنه ديال درب المنجره.